بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد في مسار نظرية المنظمة. وهذا اليوم إن شاء الله حنأخذ اللي هو الفصل الثالث الذي يتحدث عن فاعلية المنظمة وأبعاد الهيكل التنظيمي. طبعا مخرجات وأهداف هذا الفصل هو التعرف على مفهوم فاعلية المنظمة والتعرف على مداخل قياس فاعلية المنظمة والتعرف على محددات اختيار المدخل المناسب لفعالية المنظمة والتعرف على مفهوم الهيكل التنظيمي والتعرف على الأبعاد التنظيمية للهيكل التنظيمي والتعرف على العلاقة بين أبعاد الهيكل التنظيمي. طبعا هذه المخرجات كلها بإذن الله حنأخذها خلال هذا الفصل. أول شيء مفهوم الفاعلية التنظيمية. أول شيء لازم نفرق ما بين الكفاية والكفاءة والفاعلية. الكفاية هي عملية تحقيق الأهداف وفق الشروط الموضوعة والمحددة، أما الكفاءة هي تحقيق الأهداف وفق أقل تكلفة أقل زمن وبجودة عالية. فبالتالي الكفاءة هي ذات بعد اقتصادي، كيف أنا أستطيع أني بكفاءتي أني أحاول أزيد من الإنتاجية، أقل وقت، أقل موارد، أقل مواد خام، فبالتالي كل هذه تعتبر من الكفاءة. أما الفاعلية هي عملية تحقيق الكفاءة مع تحقيق أهداف، سواء كان هذه أهداف الفرد أم أهداف المجتمع أم أهداف المؤسسة، فبالتالي الفاعلية هي أعم. فبالتالي من جهة إذا مفهوم الكفاءة يشير إلى البعد الاقتصادي في تحقيق الأهداف، مفهوم الفاعلية يشير إلى مؤشرات نوعية تتمثل في القدرة على تحقيق الأهداف، زي مثلا تحقيق الربحية، تحقيق العائد على استثمار عالي، الزيادة في التدريب. هناك الكثير من المؤشرات التي من خلالها يمكن قياس فاعلية المنظمة، طبعا من خلال السياق في هذا الفصل سنتعرف على مفهوم الفاعلية بشكل أوسع. ليش بدنا نقيس فاعلية المنظمة؟ هل فعلا فاعلية المنظمة مهمة نقيسها؟ وليش؟ طيب ليش؟ لأنه نتيجة الحاجة إلى منظمات فاعلة. طالما إحنا في سوق ينتابه الغموض والتحديات الكبيرة، فبالتالي لازم يكون عندنا منظمات فاعلة. المنظمات غير الفاعلة ما تتكلم حتطلع من السوق بشكل سريع، فبالتالي إحنا بدنا منظمات فاعلة تستطيع الوقوف بشكل مستمر في هذا السوق المتجدد والمتغير البيئات حوله. وكذلك حتى نتمكن من البقاء وسط التحديات، تحديات كبيرة وتغيرات كبيرة كل يوم بتصير. فبدون وجود منظمات فاعلة لا يمكن أنها تصبح ضلة في السوق، وبالتالي لازم تكون حتى تستطيع البقاء في هذا السوق الذي يمتاز بكثير من التحديات والقدرات، وبالتالي مهم جدا أنه يكون هناك منظمات فاعلة. كذلك الأمر تعتبر عملية قياس فاعلة فاعلية المنظمات بشكل مستمر، فبالتالي الفاعلية لازم أنا أقيسها بشكل مستمر. يعني مش والله بدي أقيسها بس لفترة معينة وأروح، لا، إحنا بنحكي كل يوم في عندنا تغيرات في البيئة، سواء البيئة الداخلية أو البيئة الخارجية، فبالتالي مهم جدا يكون أنا عندي منظمات فاعلة يمكن من خلالها تحقيق أهداف المؤسسة. كذلك الأمر أهم العوامل المؤثرة على أهمية قياس الفاعلية. في عوامل بتقول لي لازم يكون عندك فاعلية. أول شيء العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، كل هذول يعتبروا ضمن اللي هم البيئة الخارجية أو مرتكزات البيئة الخارجية. فبالتالي كل التغيرات هذه بتصير، هذه معناها الكلام إنه هذا بيأثر على فاعلية المنظمة. أي تغير سياسي اقتصادي ثقافي اجتماعي أيا كان، إذا ما كانتش المنظمة فاعلة فلا تستطيع مجابهة تلك التغيرات التي تحدث في البيئة المحيطة. كذلك المنافسات العالمية، ما هل نكون منافسة محلية بين شركة محلية وأخرى، لا، الآن منافسة عالمية. أحيانا يصير تضارب مصالح في مؤسسات دولة، هذا ممكن ينعكس عليك في داخل الدولة. مثلا بيجي يقول والله عوامل اقتصادية مثلا، أي تغير ممكن يصير في دول أخرى ممكن هذه ينعكس عليك أنت في بيئتك المحلية. كذلك التكتلات والتحالفات الدولية، إذا ما كنتش عندك قدرة أو عندك منظمة فاعلة تستطيع مجابهة التحالفات اللي ممكن تصير ضدك كمؤسسة أو تحالفات أو اندماجات ممكن تصير بين مؤسسات، ما تتكلم تحط طلائش من السوق. بدل كل هذه العوامل بتقول لك لازم يكون عندك منظمة
ذات فعل. كذلك تطبيق مبادئ الجودة الشاملة. الآن أصبح كل المؤسسات تقول لك أنا بدي جودة في العمل. ليش؟ لأن الآن أصبحت المنافسة المنظمات تتنافس فيما بينها في تحقيق اللي هو الجودة العالية. كذلك الأمر التطورات الكبيرة في مجال التكنولوجيا والمعلومات. أصبحت التكنولوجيا هي طفرة وثورة تكنولوجية كبيرة جدا. إن لم تستطع مواكبة تلك التغيرات وإن لم تستطع أن تكون منظمة فاعلة تستطيع استخدام وتوظيف تلك التكنولوجيا حتطلع من السوق زي ما حكينا. بالتالي مهم جدا تكون أنت منظمة فاعلة حتى تستطيع إيش مواكبة تلك التطورات التكنولوجية. كذلك الأمر الاندماجات العالمية. إذا حكينا أحيانا بتلاقي بنوك بتندمج مع بعض، شركات بتندمج مع بعض، هذا ممكن يأثر عليك. بالتالي هل يكون منظمة فاعلة تستطيع مجابهة تلك الاندماجات أو تمشي معها. مداخل قياس فاعلية المنظمات. ليش احنا بدنا نقيس؟ وايش المداخل؟ اذا نتيجه تنوع اهداف المنظمات وتنوع البيئات وانماط التكنولوجيا المتنوعه واختلاف احجام المنظمات واعمارها واختلاف دورة حياتها، كل هذا ادى الى التعقيد في مفهوم اللي هو فاعليه المنظمه. فكل هذا بيدخلنا على ايش؟ على مداخل اللي هو قياس فاعليه المنظمات. الان هنشوف عده مداخل سنشرحها حتى نستطيع ان نشوف ليش المنظمات مهم يكون عندي فاعليه في تلك المنظمه. اول شيء مدخل تحقيق الاهداف. كل منظمه اول ما تنشئ تضع اهداف لنفسها، فبالتالي هذا المدخل بيقول لك المؤسسه او المنظمه وجدت لتحقيق تلك الاهداف، فبالتالي يرى فاعليه المنظمات من خلال تحقيق تلك الاهداف التي وضعتها. هذا بشكل ايش؟ بسيط. انا بحط اهداف بدش المنظمة فاعلة ولا لا من خلال تحقيق تلك الأهداف. المدخل الآخر اللي هو بيحكي عن افتراض أن كل المنظمات لديها أهداف محددة. هذا طبعا من ضمن المشاكل. احنا قلنا مدخل تحقيق الأهداف أن كل منظمة لها أهداف إذا تحققت بقول عنها منظمة فاعلة، لكن بقول لك هذا المدخل عنده مشاكل. ايش هذه المشاكل؟ بقول لك افتراض أن كل المنظمات لديها أهداف محددة. وواضح طبعا مش كل منظمه لها اهداف محدده، مش كل منظمات لها اهداف قابله للتحقيق وقابله للقياس الكمي، يعني عندها مشاكل احيانا بتكون في هذا الجانب. عدم وجود اجماع واتفاق على كل الاهداف. احيانا بتلاقي داخل المؤسسه الواحده اعضاء الاداره العليا بيختلفوا على الاهداف، هذا بقول لك انا بدي هدف كذا وهذا بقول لك انا بدي هذا كذا. كذلك الامر معرفه من يضع الاهداف، مين يحط الاهداف في المؤسسه؟ هل الاداره العليا؟ والإدارة الوسطى والإدارة الدنيا بتشارك مين؟ إذا أحيانا وجود عدة مستويات في وضع أهداف المؤسسة هذا أيضا يعني يعمل مشاكل في هذا المدخل. كذلك وجود عدة مستويات من الأهداف. عندي أنا أهداف استراتيجية، أهداف تكتيكية، أهداف وظيفية. وجود تلك المستويات من الأهداف أيضا يسبب العديد من المشاكل في هذا المدخل. تناقض الأهداف أحيانا. أحيانا بتلاقي عندي أنا أهداف استراتيجية ممكن تختلف مع الأهداف التكتيكية مع الأهداف الوظيفية. أحيانا التناقضات هذه أيضا يسبب عيوب ومشاكل في هذا المدخل. نيجي نشوف المدخل الثاني اللي بيحكي عن مدخل أنظمة. يفترض هذا المدخل أن المنظمة تتكون من أنظمة فرعية متفاعلة، وأخذنا قبل ذلك أنه كل نظام يتكون من مدخلات عمليات مخرجات وفي عندنا التغذية الراجعة. طبعا كل نظام شمولي بيكون هناك الأنظمة الفرعية، لابد أن تتكامل تلك الأنظمة الفرعية ولابد أن تنسجم وتتعاون مع اللي هو بمعنى مع البيئة الخارجية المحيطة. بالتالي يفترض هذا المدخل هناك ايش؟ أنظمة فرعية متكاملة مع بعضها البعض. كذلك الأمر يقول لك وأن الفاعلية تتطلب تفاعل إيجابي بين المنظمة وبيئتها. أنا عندي المنظمة مدخلات تأخذها من البيئة الخارجية وهي من البيئة الداخلية، فبالتالي إذا كل ما كان هناك تفاعل إيجابي ما بين المنظمة وما بين البيئة الخارجية هذا بيكون شيء جيد للمنظمة، وهذا طبعا المدخل بيساعد فيه. هذا المدخل يقول لك ترجم المعايير الفاعلية إجرائيا، ترجم المعايير الفاعلية التنظيمية إجرائيا إلى مؤشرات. هذا ايش بقول لك؟ لازم يكون عندي القدرة على إقامة علاقات مع البيئة، بمعنى أنا طالما بحكي عن نظام، إذا هذا النظام ما عندوش قدرة على التفاعل مع البيئة الخارجية هذا بيكون عندي مشكلة. علشان بقول لك لازم عشان أترجم الإجراء
الشراء له، الشراء لازم يكون عنده قدرة على إقامة علاقات مع البيئة المتجددة، البيئة الخارجية المتجددة. المرونة في التجاوب مع المتغيرات البيئية، مش مرونة سلبية، لا مرونة إيجابية. أي تغير بصفة البيئة الخارجية أنا بشكل إيجابي بقدر أنا أطوع اللي هو النظام اللي عندي وأخليه يعني يساعد في تطوير المؤسسة. وضوء خطوط الاتصال مهم جدا. إذا لم يكن عندي وضوح في خطوط الاتصال داخل المؤسسة يكون عندنا مشكلة كبيرة. علشان هيك مهم جدا لازم يكون عندي خطوط الاتصال واضحة داخل المؤسسة الواحدة، لأنه هذا بيساعد في اللي هو تبادل الأفكار، في توفير اللي هو الوقت، في التنسيق بين فرق العمل، بين العاملين، في توحيد الجهود. مهم جدا هو وضوء خطوط الاتصال، لأنه كمان كذلك أمر بيساعد على عدم وجود تعارضات بين العاملين وبين المؤسسة فيما بينهم وبين الوحدات فيهم. كذلك مستوى مقبول من الصراعات يمكن السيطرة عليه. كل مؤسسة فيها صراع، أحيانا بيكون عندنا صراع إيجابي وأحيانا بيكون صراع سلبي. على شيء أنا بدي صراعات، ولكن صراعات لغرض التطوير وليس لغرض التدمير في المؤسسة. على شيء أنا بقول لك عندي يكون مستوى مقبول من الصراع داخل المنظمة. مستوى مقبول من الرضا الوظيفي مهم جدا، لأن كل المؤسسات تعمل جاهدة على تحقيق الرضا أو بمعنى تحسين مستوى الرضا داخل المؤسسة. علشان هيك بقول لك هذا المدخل، بقول لك لازم يكون أنا عندي مستوى مقبول من الرضا الوظيفي. كذلك الأمر عيوب مدخل النظم، زي ما شفنا عيوب مدخل اللي هو الأهداف، عندنا عيوب مدخل النظم. حين بقول لك صعوبة قياس بعض المعايير، فكيف نقيس معيار مثلا مرونة استجابة اللي هو المنظمة للبيئة المتغيرة؟ كل يوم عندي بتصير عندنا تغيرات، كيف انا بدي اقيس انا هذه؟ قديش اعطيها نسبة؟ احيانا بكون عندي صعوبة في قياس اللي هو الموضوع. مشكلة اعطاء نفس الأهمية للوسائل مقارنة بالغايات والأهداف، مشكلة انا عندي، كيف انا بدي اعطي أهمية والله اقول الوسيلة هذه مثلا تعطي نسبة في المية مثلا، وكذلك مثلا الأهداف نسبة معينة مختلفة عن الغايات. احيانا عدم القدرة على اعطاء نسب معينة برضه بسبب لي مشاكل في هذا المدخل. في عندي مدخل اخر بيحكي عن مدخل العناصر الاستراتيجية. هذا بقول المدخل يعني اهم شيء اني ارضي انا كل ما يتعامل بالبيئة الخارجية اللي ممكن يأثر علي. انا بدي اسعى جاهد اني ارضي كل المتعاملين معايا في البيئة الخارجية. فبالتالي إذا يهتم هذا المدخل بإرضاء العناصر أو الأجزاء البيئية التي تؤثر استراتيجياً على استمرار عمل المنظمة، إذا يعطي أهمية كبيرة للمتعاملين من خارج المنظمة لأنه هذول لهم تأثير اللي هو استراتيجي على بقاء واستمرار المنظمة. مدخل القيم المتنافسة. علاش قائمة؟ بقول لك ما فيش عندي معيار مثالي. في الأول هذا قال أنا عندي معيار النظم، والهذا قال عندنا معيار اللي هو المؤثرات الاستراتيجية، والأولاني قال عندي معيار اللي هو تحقيق الأهداف. هذا المدخل بقول لك إيش؟ مدخل قيم متنافسة. إيش يعني؟ بقول لك فيش عندي معيار مثالي. المبدأ الأساسي في هذا المدخل بقول لك التعرف على القيم الشخصية. إيش رغبات الأشخاص؟ بدي أنا أحدد رغبات شخصية. هذا بقول لك الفاعلية التنظيمية موضوع شخصي. بيعتمد كيف أنا أقيم بناء على تحديد رغباتي أو رغبات اللي هم الزبائن أو المتعاملين معي. إذا هذا هو موضوع شخصي وليس يعني قابل يعني للقياس بشكل موضوع. الآن عندي ثلاث مداخل أساسية من القيم المتنافسة والتي تشكل قيما متناقضة. يعني بمعنى قديش أنا بكون أنا أوفق ما بين تلك القيم المتناقضة بكون عندي فاعلية. كيف يعني؟ بقول لك المرونة ضد السيطرة، كيف أنا بدي أكون أنا عندي مرونة في تحقيق أهدافي، مرونة في تحقيق رغبات الآخرين، مرونة في الهيكل التنظيمي، مرونة في نفس الوقت بقول أنا بدي أكون عندي سيطرة، في عندي ضبط. كيف بدي أكون أنا عندي مرونة وضبط في نفس الوقت؟ كل ما كان هناك توازن في هذا الجانب من الكلام عندي فاعلية. الفرق ضد المنظمة، الأفراد عندهم احتياجات ورغبات متجددة. والمنظمة عندها أهداف لازم تتحقق، فأنا الآن كيف بدي أوفق ما بين أهداف الفرد ورغباته المتجددة وبين أهداف المنظمة؟ كل ما كان عندي توافق بين المتناقضات وكل عندي فعلية. الوسائل والغايات، أنا عندي وسائل هي عبارة عن إشارات بدي أنا أنفذها، وعندي غايات نهائية.
فبالتالي انا كيف بدي اوفق ما بين الشيء الاجرائي وما بين الشيء النهائي؟ كل ما كان عندي توافق ما نتكلم انا في عندي فاعليه في هذا الجانب. كذلك الامر الاهتمام بالمرونه والعمليه. ايش يعني؟ بقول لك هناك ثمان مجموعات من معايير الفاعليه التوظيفيه. ايش يعني؟ بقول لك الاهتمام بالمرونه والعمليه مجموعه، كنا نهتم بالمرونه والعمليه، هذا بقول لك فلسفه تقوم على العلاقات الانسانيه. يعني كيف بدي انا بمعنى اكيف او اتماشى مع المرونه في نفس الوقت انا احقق اهداف العاملين ورغبات الزبائن والى اخره. كذلك الامر تحقيق الاهداف من خلال التركيز على التنظيم والاستقرار والقدره على التنبؤ. هذا نموذج عقلاني. كيف تكون انا عندي تنظيم مستقر؟ وكذلك الامر كيف تكون عندي قدره على التنبؤ المستقبل؟ هذا بده يكون منطق عقلاني، عندي ارقام وعندي حسابات وعندي استراتيجيه واضحه في هذا الجانب. كذلك الامر التركيز الان على المرونه وعلى التنظيم. كيف بده يكون انا عندي مرونه وكيف انا بدي احافظ على التنظيم تبعي؟ مرونه كيف انا بدي اتعامل مع البيئات المتجدده والمختلفه والمتغيره كل فتره واخرى، وما بين عندي نمط يكون مستقر. من هذا الكلام هذا بقول لك انا تستعمل اللي هو النظام المفتوح. كذلك الامر اذا انت بدك تهتم بالعاملين ورقابه فعاله واستقرار بدك نظام مغلق. ليش؟ لانه ما دام انت بدك تكون رقابه شديده وتهتم بالعاملين يكون عندك نظام مغلق، لانه الان لاحظ هذا المرونه انا ممكن انا اغير وبدل. لازم يكون عندي مرونه، لكن هذا شو بقول لك لازم يكون عندك نظام مغلق اذا بدك تهتم بالعاملين وتحقيق الرقابه الشديده. الآن محددات اختيار المدخل المناسب. حكينا أربع مداخل. طب إيش المعيار؟ أنا كيف بدي أختار أنا أي مدخل مناسب؟ إيش بقول في هذا الشيء؟ بالمحددات لاختيار هذا المدخل بقول لك تفضيلات ورغبة الإدارة العليا. أنا معي الإدارة العليا حكى خلص بدي أنفذ. إيش الإدارة العليا بقول لك؟ والله أنا بدي على سبيل المثال مدخل الإدارة بالأهداف بدي، أو مدخل الإدارة بالنظم بدي، أو الكيان المتنافسة أو الاستراتيجية هل بدي؟ إذا إيش الإدارة العليا بدها؟ إحنا إيش بدنا؟ مدى قابلية الأهداف للقياس الكم؟ الأهداف اللي بنحطها هل فعلا قابلة للقياس ولا لا؟ برضو هذا تعتبر إيش معيار لاختيار المدخل. الظروف البيئية، والله أنا إذا الظروف البيئية فيها مستقرة وأمور تمام أنا بدي آخذ المدخل اللي هو المناسب. أقول والله على سبيل المثال أنا بدي مثلا ممكن تحقيق الاهداف التنظيم مع اللي هو اهداف العاملين، كويس ماشي الحال. لكن اذا كانت الامور متغيره ومتجدده لا، اذا يكون انا عندي مرونه بشكل كبير ممكن استخدم النظام المفتوح لانه بدي اتعامل مع البيئه الخارجيه. لكن اذا كانت الامور يعني مستقره ممكن انا اذهب للنظام المغلق برضه هذا الشيء ثاني. اذا حسب التغيرات البيئيه اللي بتصير انا ممكن اختار برضه النظام المناسب. مثل انا بقول هيكل التنظيم. الهيكل التنظيمي إذا هو الإطار العام. الهيكل التنظيمي هو الإطار العام الذي يحدد المهام والواجبات وخطوط الاتصال والسلطة في المؤسسة. إذا الهيكل التنظيمي بيحدد لي اللي هو المهام وخطوط الاتصال وأيضا نطاق الإشراف داخل المؤسسة. الأبعاد التنظيمية للهيكل التنظيمي. دائما كنا نقول احنا في موضوع الأبعاد التنظيمية وما اتفق عليه اغلب الكتاب اللي هي الرسميه والتعقيد والمركزيه، هذول الثلاث خصائص يعني هي الاساسيه. لكن بعض الكتاب ايضا قال لك لا في هناك ابعاد اخرى ممكن ان يعني بما تعتبر من ضمن ابعاد اللي هم الهيكل التنظيمي. اول شيء المكون الاداري. بمعنى عدد العاملين الموجودين داخل المؤسسه، تصنيفات العاملين، الاداره العليا، الوسطى، الدنيا، كيف تصنيفاتهم؟ الاداره العليا قديش نسبه من عدد العاملين؟ المشرفين قديش نسبه من العاملين؟ اذا هذا كله ايش المكون الاداري برضه له دور في اللي هو الهيكل او تحديد الهيكل التنظيمي بشكل كويس. تفريض السلطه. عدد القرارات التي يفوضها اللي هو الاداره العليا للمستويات الاخرى. قديش في انا عندي قرارات ممكن افوض فيها، قديش عندي مهام ممكن افوض فيها، كل هذا الامر بده يحدد لي انا او يعتبر بعد من ابعاد الهيكل التنظيمي. اذا موضوع السلطات، التكامل، التكامل بين الوحدات، بين الانشطه. كل ما كان التكامل
يعني بمعنى موحد، اذا ممكن يكون انا عندي اللي هو هيكل تنظيمي بسيط، لكن اذا تعقد وصار عندي اختلاف وما فيش تكامل بين الوحدات برضه هذا ايش بيزيد من التعقيد في الهيكل التنظيمي. الان نطاق الاشراف. نطاق الاشراف يعني يتحدث عن عدد المرؤوسين الذين يستطيع رئيس واحد ان يقوم بالاشراف عليهم، وبالتالي طبعا هذا بيعتمد على كفاءه اللي هو المشرف وكفاءه اللي هو المرؤوسين، فبالتالي هذا مهم جدا يعني بيحدد او يعتبر بعد من ابعاد الهيكل التنظيمي. كذلك امر التخصص. التخصص مهم جدا، يعني بمعنى هل نحن نستطيع او بمعنى هناك احنا بنركز على التخصص في الهيكل التنظيمي، بمعنى كل واحد له تخصصه على الهيكل التنظيمي، هذه الدائره لها تخصصها، هذه الوحده لها تخصصها، كل ما زاد التخصص كل ما زادت اللي هو ايش؟ انسيابيه في الهيكل التنظيمي، لكن كل ما زادت عدد التخصصات تخصصات فيما بعد بسبب عندي ايه؟ تعقيد في هذا الهيكل. المعياريه، كل ما كان انا عندي معايير محددة وواضحة ومتقاربة لقياس أنشطة معينة فبالتالي هذا يكون عندي سهولة، ولكن كلما تعددت تلك المعايير تصير عندي أنا مجموعة من التعقيدات. كذلك الأمر التعقيد، بيزداد التعقيد كل ما كان هناك اختلاف وزيادة أفقية، بمعنى أن تزيد عدد الوحدات وعدد التخصصات زي ما حكينا، وكل ما زاد عدد التخصصات والوحدات هذا بيزيد عندي إيش؟ نوع من التعقيد. كذلك اللي هو كل ما زادت عندي انا اللي هو التكامل اللي هو العمود او الاختلاف العمودي، هذا برضه بسبب انا عندي ايه؟ برضه تعقيد في الهيكل التنظيمي، بمعنى كل ما زادت عدد اللي هو التسلسل الاداري برضه بسبب عندي ايش؟ تعقيد في الهيكل التنظيمي، كل ما زادت عدد المستويات الاداريه بسبب عندي ايش؟ تعقيد. كذلك الامر اللي هو الاختلاف الجغرافي، كل ما زادت عدد الوحدات او عدد المؤسسات او عدد الافرع جغرافيا في اماكن مختلفه برضه هذا بيزيد من اللي هو درجه التعقيد في الهيكل التنظيمي. نيجي للبعد الثامن اللي هو بيحكي عن المركزيه، يعني كيف انا بدي يكون عندي اتخاذ القرارات مركزيه في هذا الجانب. فبالتالي عمليه اتخاذ القرار طبعا بتمر بعده مراحل، اول مرحله عمليه جمع البيانات والمعلومات لمشكله معينه او لغرض معين. بعد ما جمع البيانات بدأ عمليه تحليل لتلك البيانات واجدولها ورتبها حتى نستطيع فيما بعد اللي هو نتخذ منها بدائل. يصير عندي انا عندي مجموعه من البدائل. كذلك الامر بعد ما وضعت بدائل بدي انا اختار بديل من البدائل اللي انا وضعتها. بعد ما اخترنا بديل وفق طبعا معايير معينه او مقاييس معينه بصير انا عندي موافقه على احد البدائل او بديلين اللي انا اخترتهم. بعد ما اتفقنا على تلك البدائل ووافقنا عليها بصير لنا عندي اخر مرحله اللي هي مرحله التنفيذ. ايجابيات اللامركزيه، اول شيء التفرغ للامور الاستراتيجيه، يعني بدل ما الاداره العليا تدخل بامور تفصيليه لا تخليها لاصحابها هم بيقوموا فيها، الاداره الدنيا هي بالموضوع، انت كاداره عليا فقط تتفرغ لمين؟ للامور الاستراتيجيه اللي ممكن يعني بمعنى يكون تاثيرها على كل المنظمه وذات بعد استراتيجي. سرعه اتخاذ القرار، كلما كانت اللامركزيه داخل المنظمه اكثر فبالتالي هذا بيساعد في سرعه اتخاذ القرار، بدل ما نصير عندنا الروتين القاتل او القاتل للوقت او بمعنى الهادر للموارد، فبالتالي لا هذا بيسرع في اتخاذ القرار. التعرف على ظروف كل قرار، كل ما كانت كل وحدة بتتخذ قرار في مركزها إذا بتتخذ القرار وفق ظروف معينة هي بتكون أقدر على دراسة وتحليل تلك الظروف. كذلك الأمر أسلوب تحفيز وتدريبي في نفس الوقت للعاملين، أنا كل ما أنا أفوض اللي هو العاملين من خلال اللامركزية مع الكلام أنا قاعد بدربهم لمستويات اللي هو وظيفية أعلى، وطبعا بحفزهم للعمل وبزيد اللي هو الإنتاجية. كذلك الامر خلينا نشوف ما مدى اللامركزيه المطلوبه لاتخاذ القرار، يعني بمعنى كيف ايش تكون عندي مركزيه او لا مركزيه في هذا الجانب. اول شيء خلينا نشوف هنا، عندما يكون مهما ان تتحلى يكون عندك استجابه، لاحظ اذا تكون عندك استجابه سريعه ويكون عندك فوري في تنفيذ قراراتك وتوصياتك بدك تروح لا اللامركزيه، علشان يصير عندك استجابه سريعه، ما تبقاش اللي هو تلف
كثير من اللي هو الوحدات حتى يتخذ قرار، لا بيكون عندك استجابة وفورية، لأنه إيش بيكون هناك بدها لا مركز. إذا بدك يكون عندك موثوقية سواء في أنظمتك في قراراتك في الجودة أو في موثوقية فيما تقدمه وامتثال لأوامرك امتثال حديدي، بدك يكون عند إيش مركزية. ليش؟ لأنه لو بدنا نحط على لا مركزية ممكن يصير هناك تضارب في بعض اللي هو القرارات أو التضارب في فهم اللي هو بعض الأنظمة في بعض اللوائح أو ما شابه، فبالتالي ممكن يسبب خلل. لكن لازم تكون عندي موثوقية عالية وامتثال بأخذ المركزية. إذا أنا بدي يكون عندي كفاءة عالية في ظل إنه يكون هناك تجميع للوحدات أو للإدارة، يكون أنا عندي إيش مركزية. إذا كانت تكون عندك استمرارية في العمل وضمن فصل الوحدات عن بعضها البعض، ما يكونش هناك تكامل، فصل الوحدات كل وحدة يعني بمعنى لحالها، فبالتالي يكون عندك مركزية في هذا الجانب بشكل أفضل. نيجي الآن اللي هو البعد الأخير اللي هو بحكي عن الرسمية، ويقصد بها الدرجة التي يكون بها العمل رسمياً، بتعامل معك بشكل رسمي كل شيء حسب التعليمات حسب القوانين حسب اللوائح، بشتغل معك بشكل رسمي. اذا مش بقولك كلما زادت الرسميه او درجه الرسميه في العمل كلما قلت المرونة لدي الافراد. خلص الموظف بيلتزم، ايش مكتوب عنده بده ينفذ، فيش عنده يعني مرونه، فيش عنده بتكون مرونه داخل العمل، بتقل المرونه. لكن وكلما زادت الاحترافيه عند العاملين بتقل الرسميه، لانه الان اصبح خبير هذا الموظف في كيفية التعامل مع الأنظمة واللوائح في العمل. عندنا الوسائل المتبعة في المنظمات بهدف تقنين سلوكيات الأفراد وأعطائها الصفة الرسمية. في بعض الوسائل التي تتخذها المنظمات حتى تقنن من اللي هو موضوع الرسمية أو درجة الرسمية في العمل. إيش بقول لك؟ انتقاء الموظفين الذين يتوافقون مع قيمها وأهدافها. يعني بمعنى كل ما جبنا موظفين بيتفقوا مع قيمنا واهدافنا، هذا بسبب ايش مشاكل، خلص بيلتزموا بالنظاميه بالقوانين باللوائح بالتعليمات، ايش ما نقولهم سمعا وطاعه. بحكي توضيح متطلبات الدور من اعتقال الاعداد الوصف الوظيفي. انت كموظف اذا كان عندك بطاقه وصف وظيفي وبتعمل وفق المهام المحدده لك، هذا بزيد من درجه الرسميه وبزيد وبقلل من درجه اللي هو الاجتهادات اللي ممكن يعني تعطل العمل. السياسات والتعليمات، كلما كانت عند السياسات والتعليمات واضحة ومكتوبة وفاهمينها الكل إذا بيلتزم بها، إذا هذا بيزيد من درجة الرسمية. الأثمتة أو المكنكة، كلما كانت الإجراءات مؤثمتة تكنولوجيا واضحة برمجيا، معناته خلاص فيش اجتهادات، خلاص ايش بيسوي وفق النظام، ايش بيتم وفق النظام، انا بشتغل حسب اللي هو البرنامج الموضوع. لكن يجي الآن الموضوع الأخير، بحكي العلاقة بين أبعاد الهيكل التنظيمي. أول شيء العلاقة حسب الدراسات اللي تمت بقول لك هناك علاقة عكسية بين المركزية والتعقيد. يعني بمعنى كلما زادت درجة التعقيد ممكن يلجأ لا إلا مركزية في هذا الجانب. علاقة إيش مالها؟ علاقة عكسية. كلما زادت درجة التعقيد أنا ممكن ألجأ ليه؟ لا إلا مركزية في العمل. لكن هناك علاقة المركزية بالرسمية علاقة اسمها غير واضحة، يعني بقدرش والله مثلا أقول علاقة طردية أو علاقة عكسية. لكن في اللي قبل هذا علاقة عكسية، واحدة بتزيد واحدة بتقل. إذا بدي أزيد أنا من الرسمية من التعقيد، أنا بدي أقلل إيش؟ من المركزية. بتزيد عندي درجة اللامركزية، إذا بدي أزيد أنا من المركزية ممكن تقل عندي إيش؟ درجة التعقيد، وهكذا علاقة عكسية. أما علاقة المركزية بالرسمية علاقة غير واضحة وغير مستقرة. في ختام طبعا هذا اللقاء، ليس أنا إلا أن نشكر لكم حسن إصغائكم، ولكن السؤال في هذا الجانب، ما هي مداخل قياس فاعلية المنظمات؟ هذا طبعا سؤال يعني حتى نثير النقاش في المحاضرات القادمة بإذن الله تعالى. أشكر لكم حسن إصغائكم وبارك الله. شكرا.